في إطار إجراءات إعادة ترتيب الأولويات، جاءت موافقة مجلس الأمة على التوصيات الواردة في تقرير لجنة الشؤون الصحية البرلمانية بشأن مخصصات العلاج بالخارج، ليحال بذلك إلى الحكومة. نظام المخصصات ونظام الابتعاث للعالج كما هو، احنا كأعضاء مجلس الأمة موافقين على أنه يبقى كما هو، وإن كان هناك رغبة في الترشيد ورغبة في التقليص يجب أن يكون على حساب من يذهب المتمارض، يعني الترشيد والإنفاق يجب أن يكون بإرسال المستحق، ويجب أن تحدد وزارة الصحة أمراض معينة مستعصية لا تستطيع أن تعالجها هني أو لا تستطيع أن تقدم خدمات تمريضية لها، هي تذهب العلاج بالخارج. أهم التوصيات الواردة فيه كانت الرجوع إلى اللائحة السابقة بما يتعلق بمخصصات المريض ومرافقه. وعندما تمت المناقشة لم نجد أن هناك مبررات تقنعنا كنواب في أن نوافق على هذا القرار، فأنا أشكر الحكومة على يعني أيضا تراجعها عن القرار، ومن ثم هو المطلوب هو الترشيد في عملية أن يذهب من يستحق إلى العلاج بالخارج. إجراءات أخرى أهمها السماح للمريض في مرافقين اثنين إذا كان أقل من 18 عاما أو إذا كان المريض من فئة المعاقين أو كبار السن.